السلام عليكم، رجعنا لكم المقطع الرابع من فاينل فانتزي. الان جبنا الحجر من شو اسمه من الجزبلين، فالان عندك خيارين، يا اما تروح تكمل القصه الاساسيه تروح لاول دلن وترويه، او انك تشوف اذا في صيد او شيء، او تحاول تطور من نفسك تاخذ ليفل زياده، تاخذ تجيب يعني فلوس زياده، تشتري اسلحه، تشتري شيء. زين، عندك خيارين، لكن عن نفسي انا خلنا بنشوف السانسي بحر الرمال اللي هو المطعم، او سمه ما شئت، ما راح اتدخل. زين، موجود فلورن كاك هوتل، فيه صيد موجود افيلبل، دنتيرو دماسكا. اوكي، قول له اوكي، لان هذه هو قال لك هذا صاحب شو اسمه والوحش موجود في المنطقه اللي بعدها، فنروح له بما انه موجود قريب، نخلص المرحله هذه ما دام بينولو معانا، لانك اذا رحت الاولد دلن قبل لا تدش عليه راح تنفصل عنك بينولو وراح تغادر. طبعا فيما بعد راح يكون فيه شيء يسهل لك عمليه الانتقال بين منطقه ومنطقه. طيب، يعني راح نروح المنطقة هذه ايست ساند، مو ويست ساند، ايست ساند اللي هي المنطقة الأولى اللي صدنا فيها. اوكي، ما راح نمر على الصناديق مثل ما قلت لكم، انت يعني على راحتك مر الصناديق. الصناديق اصلا ما فيها ذاك الشيء المهم الضروري، يعني بوتون او شيء. اوكي، لكن راح نختصر اختصارا على قولتهم ونشوف المفيد، لان مرينا هني. شوف بنولو عندها نقص شو اسمه الجامبت، لكن هل الجامبت شغاله؟ الجامبت مش شغاله عندك. اوكي، انا افضل في صناديق نفس مكانها اللي مرينا عليها في البدايه، بداية التسجيل مقطع رقم واحد. لكن خلنا طبعا الى الان هذا شوف يعني ما يحتاج انه، لكن اذا تبي تلقي نظره على الاتش بي حقه ممكن تشوفه عن طريق الليبرا اللي موجوده عند، يعني على طول هذه الليبرا سويتها طلع لك، وطبعا محايد الان ما يهاجمك ولا تهاجمه. كيف الاتش بي حقه 6111 وضعيف ضد الرياح. زين، فانت يعني خله بعدين. نروح هني دانتيرو او دانترو موجود هني اللي كلمناه، راح يكون معاه كويز كامل، مغامره كامله. زين، انك هذا هو موجود فوق دانترو. زين، موجود في المنطقة الثانية إذا تذكرون، المنطقة اللي هو فوق راسه وردة هذا اللي بالنص، فأنت تروح تلحقه. مغامرة كاملة اسمها مريض في الصحراء، patient in the desert، وفي النهاية المغامرة هذه راح تقودنا إلى أحد وحوش الاستدعاء زاليريا. فهذا هو فلورن كابوتس ذا هانت بيجانز. أوكي، موجود مثل ما قلت أنا في المنطقة الثانية، فأنت قبل لا تتحرك وتروح للمنطقة الثانية، هذه هي البداية، فأنت تروح للكلان بريمير. زين، هني طبعا سكاي بايرت يعطيك بعض الجوائز، بعض الصور، بعض الكرتونيات، مو ذاك الشيء المهم. فأنت تروح للهانت، هذا هو، فيقول لك هني موجودة فرن. أوكي، تدق مربع راح يعطيك المكان، طبعا ما عندي خريطة في الموقع هذا، يعطيك الموقع اللي فيه الصيد اللي أنت تبي تصيده. فندش هني، بسم الله، ما راح ناخذ صناديق، اذا في صندوق قدامنا على الدرب راح ناخذه، راح نحاول. اتوقع ان في صندوق هنا، اي اذكر انا هذا كاكوتد، ما في صندوق، فنخلي هذا هنا. شغل بسرعه الوحوش هذه، اذا خليتها راح تلحقك، يعني ما راح تخليها. وين غلطان؟
نشوف خلاص خلينا نشوف الموقع حقه بالضبط وينه، هل حنا قريب هل حنا بعيد. وصلنا للصيد الثالث. موجود فوق. اوكي نخلي الخريطة شغالة واللف من هنا. اوكي نحاول نخرج منه. الويند ستون بعدين نضربه معاك طبعا بينه راح تساعده في الضرب. اوكي كان ضرباتي ضعيفة. براد صور كان نغير الى دجر اللي هو خنجر وراح تلقاه هني. اتوقع اني راح تلقى خفف السرعة. هذا هو هني هذا قدامك. اوكي حاول تخرج منه. حاول تخلي بنولو تضرب الثاني افضل لك. اخذنا منه. حاول نضربه طبعا مو صغير هو كبير. حاول تضرب الصغير على اساس يكون هذاك بروحه افضل اللي هو هذا. هذا هو الصيد دورا كاكوتد. خلي بونولو تتكف عليه الليبرا. شوف الى الان ما طيب في حل ثاني ممكن اللي هو البانجل. الى الان مو راضي. فاحنا نضربه نسرع ونضربه. بنولو مو راضي ينزل منها شيء بالمره. ما اخذنا شو اسمه شلون نسينا ما اخذنا هذا. اوكي هني شوف اخذنا. اوكي بنولو معاها بدايتك في الاسلحه مالتك القوه مالتك مو ذاك الزود. فانت يعني شوف اعطى نفسي طاقه. لا تخليه يشتتك الحجر. شوف جاء وسط العالم كلها ويبيك تضربه. شوف شلون انا نفسي ما راح اشيل عيني عنه. راح اضربه الى ان غايه اقضي عليه. خلنا نشوف بنولو القمر موجود. خلنا نشوف بنولو شنو عنده سحر وايت ماجيك. فلا تخليه من هناك راح نضربه. طول الموضوع علينا صح؟ طول الموضوع علينا خلى الموضوع مطاردة في الصحراء. زين ما ادري وين رايح ما ادري شنو الهدف من هذا كله. شوف ويصد بعد يعني مو قاعد يصد وما يعطيك فرصة انك تضربه. Yeah.
نعطينا فرصة. أتوقع أن الأفضل كان الأفضل لنا أن لو قام بالشغارة كان بقدر شو اسمه، لكن المشكلة لو قام بالمشغارة شوف قاعد يصيد. بالبطيء بالبطيء قاعدين نمشي بالبطيء. قاعدين نمشي بالبطيء. روبوت مينولو أفضل. روبوت مينولو أفضل. بنعطي مينولو الطاقة. هذا ما اتفقنا عليه. إن شاء الله نقدر نقدر عليه. إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقدر عليه. ما عندي شيء عشان أضرب فيه ولا الحمد لله قضينا عليه واخذنا الكاكوتش فلاور. نرجع على طول حق الجثمة. اسف الاطاله، اعتذر حيل، مبين كان الليفل مالنا مستوانا كان ضعيف حيل، احنا نقدر نحاربه. اعتذر على الاطاله لكن نكمل ونرجع حق الشخص اللي كلفنا بالصيد علشان ناخذ مكافاتنا وننهي المرحله هذه. 100 جل مع 10 بوتن. اوكي، هذه حاليا المقطع واخذنا فيه اكثر مما يستحق. كان ممكن احنا نقطع عليه بسرعه لكن مستوانا كان الليفل مالنا كان ضعيف، لكن نعوضكم المقطع الجاي، نحاول نختصر قدر الامكان المقطع الجاي ان شاء الله. مشكورين ويعطيكم العافيه، مع السلامه.